USA Women's 11, World Champion. 11-3, 11-5, 11-8. What a way to finish it. No nerves there. She has become the youngest ever world champion. Only 20 years of age. Incredible stuff. Embraces her dad. Amazing scene. She's achieved so much, isn't she, Vanessa? Incredible. She needed to be too locked down almost to be able to find the best for herself in this final. But once she relaxed, she really did play very well and deserved the win in the end. Pleased her compatriots are. So 52 minutes of incredibly tight squash. Nora Sabine winning 3-2 versus Laura Massaro. She took it 6-11 and 4-11. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مشاهدي تلفزيون الحياه وحلقه جديده من ملاعب اليوم. ويمكن هنبتدي فقرتنا او حلقتنا النهارده وبالخبر اللي كنا معاه كل وقت او الصوره المشرفه اللي شفناها هي نور الشربيني. اول لاعبه مصريه واصغر لاعبه على مستوى العالم تحصل على بطوله العالم مصنفه الثانيه. طبعا نور الشربيني توصل لبطل العالم. شفنا يمكن اللقطات وهي بتتوج بلقب بطوله العالم للسكواش بماليزيا. الف الف مبروك لنور. حاجه جميله وحاجه محترمه وحاجه مشرفه ان واحده مصريه بنت مصريه تكسب بطوله العالم. اول مصريه تكسب بطوله العالم واصغر يمكن يعني اصغر واحده على مستوى العالم تحقق اللقب بشكل مهم جدا جدا جدا. مبروك لمصر ومبروك لنور ومبروك للمدربين اللي ضربوا نور. مبروك للاتحاد الاسكواش اللي طلع لعيبه عظيمه زي نور. يمكن يعني في نور وفي يمكن الشرباجي شفناه من يومين بيكسب بطوله الاسكواش برضو الدوليه. عندنا يمكن عظماء في لعبه الاسكواش ولكن اول لاعيبه مصريه تحصل على لقب بطوله العالم هي نور الشربيني. الف الف مبروك. يا رب دايما افراح ورب دايما مصر في انتصارات. طبعا بنشكرها وبنحييها وهنبقى دايما معاها ان شاء الله. وهنحاول ان احنا اول ما توصل مصر ان شاء الله نكون مستنيها في المطار ونستضيفها باذن الله. حاجه مشرفه. كانت على فكره الماتش كان صعب جدا. كانت خسرانه اول ماتشين 2-0 او اول يعني شوطين كان خسرانه 2-0 ورجعت بعد كده 3-2 زي ما انتم شايفين. كانت خسرانه 11-6 وبعدين 11-4 وبعدين رجعت كسبت 11-3 11-5 11-8. الف الف مبروك لنور والف الف مبروك لمصر والف الف مبروك لكل ما يحب او الرياضه المصريه ان شاء الله بالف خير ان شاء الله دايما لاحسن 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 باذن الله.